السلام عليكم، كي دايرين؟ صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله تلاقينا فيديو جديد، ان شاء الله فيديو فلوغ كما كيعجبكم ديما ندير لكم، وفي ما كنسولكم كتقول لي فلوغات الروتينات. ففيديو فلوغ ان شاء الله اليوم. فقت صباح بكري، فقت مع شي 7 الصباح، زعما هادي بكري بكري. فقت مع 7 الصباح، لقيتوني يلاه دخلت دابا باش يدي ديال لاكريش. غالبا هذا هو النهار الاخر عنده. اليوم الاربع، اليوم الثلاث، وغدا الاربع. غدا عندهم الحفله ديال المدرسه، ويمكن صافي غادي يسالي، ماشي يمكن صافي غادي يساليو. صافي ديتو هكا ليكول. فراسكم البنات، مابقاش كيبغي يجي ليا من ليكول. كنجيوه بالبكا، كيجي بالدرع باش كيبغي يجي ليا، حيت صراحه ولف وعجبو الحال تما، وحتى كيتهلاو فيهم وكيديروا لهم الخاطر. شحال من مره كنجي كنلقاهم كيلعبوا معاه، وزعما كيشدوا لهم الخاطر. داكشي علاش راكم عارفين الدراري الصغار كيمشيو غير مع اللي كيدير لهم الخاطر. وصافي لقيتني يلاه دخلت، مشيت جبت شي تقديه هكا للغدا، حيت كاين غير انا وزياد في الدار. غادي نوض دابا نفطر. الفطور ديالي الصراحه كيكون عادي. شي مرات ما نكذبش عليكم، حتى شديت داك الريتم ديال كنفطر، ضروري خصني نفطر. ومن ورا الرمضان راكم عارفين كتكون، المهم كتكون المعده ما موالفاش، وهذا فشويه ولا كيجيني صعيب الفطور، ولكن كنحاول. وهذا ما كان، ما نطولش عليكم في الهضره، غادي نوض دابا نفطر ونطرف شويه الدار. المهم هانتوما معايا. البنات غنوريكم واحد المنتوج، ما تشوفوش هاد كازينو، هضره ماشي كازينو. غنوريكم واحد المنتوج دابا اللي تقدروا تصاوبوه غير في الدار. كيصلح هكا لي طاش ديال مثلا، انا الصراحه هذا صاوبته، ولا صاوبته باش نوريكم، صاوبته لي كانابي، حيت الكانابي ديالي ماشي من النوع اللي نقدر نحيدهم، زعما نحيد الطلامط ولا الغشاء ديالهم ونصبنهم ونعاود نركبهم. هادو لاصقين ما كيتحيدوش كاع، يعني الا مشاو حتى زعما تقاسوا هكا بشي طاش ولا شي حاجه، فصعيب بزاف تنقيها وكذا. وخاصه عندي زياد، المهم اللي عندها الدراري الصغار راه تعرف داكشي دغيا كيتقطا، دغيا كيطاشا، يعني يوسف هكا غير يقيس بيديه ولا يكون كياكل ولا واخا تعيا ما تحضي. فهذا قلبت عليه، لقيته في واحد الوصفه في بنتريست وجربته، قلت علاش لا ما نجربوش، ما فيهش شي ماده اللي غادي تخرج عليهم ولا. وجربته الصراحه يا البنات، غزال 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 غزال، حيد ليا دي طاش اللي انا صاوبته، حيت زياد طاش ليا واحد طاش بيضه، وعيت ان نحيدها هكا بديك الفاصون اللي كنت وريتكم شحال هذا ديال كنفز كتوب في شي سائل ديال التنظيف مخلط مع الماء، وكنحك عاد كنشف، ما بغاتش تحيد ليا. هذا الصراحه غزال بزاف ليكم البنات، هكا اللي عندهم لي كنابي ما كيتحيدوش ليهم الغشاوات، ولا حتى اللي طلمت هكا، يعني راكم عارفين ما نقدروش اشاك فوا نهزو الطلمت نصبنوهم، غير تبان لينا طاش نديوها تصبن كيخسروا كثرة الغسيل. فهذه الصراحه زوينه. شنو كندير؟ كنرشها، كنخليها ربع ساعه، كنمسح مزيان 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 دوك البقع اللي كيبانوا ليا، كنعاود نشف بواحد الثوب ناشف. داك كما كنقول لكم ديما، خدموا دوك التواب، دوك لي طورشون اللي بالميكروفايبر، هذوك كينشفوا الماء، وخليوهم يعني ما تردوش البصايد ديك الساعات، خليوهم باش يضرب فيهم الهواء وينشفوا، ما تخافوا ما كيغملوا ما والو. هذه شنو درت فيها؟ درت فيها 3 المعالق ديال الخل الابيض، ولا الخل ديال التفاح اللي بغيتو، انا درت الخل الابيض. درت فيها معلقه كبيره ديال المسحوق الغسيل اللي كتغسلوا به حوايجكم عادي، ومعلقه كبيره ديال بيكربونات الصودا، وكاس ديال الماء، كاس صغير ديال الماء. وغادي غايبان لكم داكشي كيتفاعل، كيطلع كيطلع كيطلع، خليوه حتى يتفاعل مزيان، حركوا بحال هكا وبقاو ترشوا. انا هذا كنخدمو كما قلت لكم، الكنابي كيحيد البقع يا البنات بواحد الطريقه هائله، غير رشوه خلوه 15 دقيقه نشف، حكو مزيان غير بشي توب هكا، عاودوا نشفو وغادي تشوفوا النتيجه. صافي كملت دابا التنظيف اللي ما كيساليش، كملت هكا، طرفت هكا الدار كامله. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندوز نقاد الغدا باش نمشي نجيب زياد، حيت قرب الوقت باش غيخرج من لاكريش. البنات
دابا الغدا كيطيب، مازال ما درت الخضره وهذا، غادي نبان لكم درت داكشي قليل حيت كما قلت لكم كاين غير انا وزياد في الدار. غادي نتسنى البصله تحار ندير الخضيره ديالي، وكما شفتوا راني كنشقى وراه ضل البال مع الوقت باش ما تعطلش على زياد. المهم غير ندير الخضيره بحال هكا ونمشي نجيب زياد من لاكريش. زياد عاد جبتو كنلقى هذا الشكار ديال الدراري صغار كيجرهم ياك مصيف كاين الصهد اليوم. انا جينا من لاكريش حطيت زياد، ماشي حطيتو الصراحه، هو اللي داه النعاس راسو، وقلت نستغل الفرصه ما حدو ناس نجي نهضر لكم على دي برودوي ساليتهم اللي صراحه مش حال هذا هو هما كاينين، وكنقول غادي ندير لهم فيديو قلت علاش لا اليوم ما ندخلهمش لكم في هذا الفيديو باش ما يجيش خاوي، وامام طون تاخذوا افكار على منتوجات. مره كنبغيو ناخذ شي حاجه ولكن كنبغيو ناخذ فكره عليها قبل كي دايره. انا الصراحه كيعجبني ندخل الفيديو لهاد الفيديوهات هادو ونتفرج فيهم. علاش؟ حيت مثلا كنكون باغي نشري شي منتوج ومتردده، يعني ما عارفه واش زوين ولا لا، باش بلا ما نمشي نخسر فلوسي وانا ما عارفاش اصلا. كندخل هاد الفيديوهات كيكونوا بنات ديجا مجربين شي حاجه وكيعطيونا الاراء، وديك الساعات كتقرري انت واش تاخذي ولا ما تاخذيش. خاصه انه المنتوجات اللي غنوريكم دابا ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، وماشي شي حاجه اللي ما غتلقاوهاش في لي غون سيرفاس ولا في لي بارفيمري ولا داكشي متوفر وكاين. غادي نبدا لكم به. اول حاجه هي هاد ساليت هاد الكريم ايدغاتون ديال اورياج، هادي اللي كنت كنوريكم بزاف، كنت كنستعملها في فصل الشتاء، يلا سالات. الصراحه اش غنقول لكم، هي زوينه، هانتوما راه باقي فيها كاع، هي الترطيب ديالها زوين لهذا الفصل ديال الصيف، اما في البرد خفيفه بزاف الا لاحظتوا راه هي جيل، دايره بحال الجيل، ماشي كريم عاقده ولا جيل، دغيا كتبينيتخ دغيا كتدخل في البشره، ما كتلقاوش معها مشكل ديال التلصاق ولا غير. هو المشكل اللي كنت لاقيه معها في البرد انها ما كانتش الترطيب ديالها زعما كافيني في ديك البشره في ديك الفتره، حيت البشره ديالي انا دهنيه من هنايا وناشفه من هنايا، وفي البرد كيزيدوا ينشفوا ليا هنايا، فهذه الصراحه ما كانتش قاديه ليا، كنت ضروري كنخلطها مع زيت فيتامين او باش الله كتكفاني. ثاني حاجه ساليت هي هاد مقشر اليومي من هيمالايا، هذا ما ننصحكمش به الصراحه. علاش؟ بالنسبه للبنات اللي بحالي عندهم النقاوه هي الرغوه، ما كي هو انا صراحه فاش مشيت نشريه ما جربتش التكستور ديالو، هو داير بحال شي كريم، داير نشوف كاع واش فيه، هانتوما شفتو داير بحال شي كريم، ما كيرغويش وفيه حبيبات رقاقين بزاف، ما عرفتش رقاقين، يعني انا بالنسبه لي هادو ما غاديش يديروا ليا قماش. يقدر البنات اللي عندهم البشره حساسه. ساليت واحد المنتوج اللي واخا نهضر لكم عليه حتى غدا الصباح ما غاديش نوفي حقه، هذا المنتوج ديال البنات اش غنقول لكم، كنقلب على شي تعبير اللي وصفه رائع 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 بزاف 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 ديال البنات وبزاف ديال صحاباتي وحتى من راجلي لاحظوا الفرق في وجهي ديال انه ضوا ما بقاش باهت، حيدوا ليا بعض الاثار ديال الحبوب اللي كانوا عندي هنا في وجهي، التصبغات كينقص منهم بشكل كبير اللي استغنى حتى هما. ساخت انه ملي خرج البرد وليت كنديرو مره في 3 ايام مره في 4 ايام، حيت شويه مازال ما وريت لكم كنهضر لكم عليه، فيتامين سي سيروم فيتامين سي، حيت كما قلت لكم هو قاصح في فصل الصيف مع الشمس وكلشي، انا هذا كنديرو غير بالليل، ولكن فصل الصيف كيكون قاصح بزاف. اش كندير؟ كندير زيت ارغان في يديا او اي كريم كتخدموه كديرو في يديكم، كتزيدو عليه جوج نقيطات من فيتامين سيروم فيتامين سي، جوج نقيطات، كنعاود ناكد على جوج نقيطات، راه شحال من بنت حرق ليها وجهها، جوج نقيطات كافيه انها تصفي لك وجهك، تحيد لك لي طخاس، تحيد لك لي ساغن، تحيد لك التصبغات، وكتعطي واحد النضاره للوجه كيبان صحي اكثر. هذا زوين بزاف، باقي غادي نهضر لكم عليه بالتفصيل في شي روتين هكا ليلي ولا ان شاء الله نهضر لكم عليه، حيت صراحه كيستحق. غتلقاوه في لي بارا فارماسي ولي فارماسي، انا هاد الماركه اللي عندي هي ديال غاسل فيتا. ساليت هاد الماسك ديال
ديال الماسك ديتوكس ارجيل بور. هذا يا البنات حتى هو خطير بزاف زوين. نقول لكم علاش. البنات اللي عندهم البشره دهنيه الى مختلطه هذا غادي يصلح لكم بزاف بزاف، وحتى كيخدموا حتى اللي عندهم بشره عاديه صراحه كينقي البشره، كتحسي بها كتنفس من ورا الماسك، دغيا كينشف دغيا كيتحيد، وحتى في لابليكاسيون ديالو ساهله يعني ما كيعذبش. وصراحه كما شفتوا حسيتوا هذا ثالث واحد غادي نشري زعما، وان شاء الله باقي غادي نمشي نشري واحد اخر فيما كيسالي كناخذو. صراحه زوين بزاف، كيدير ما بين 93 درهم حتى ل 100 درهم. المهم ما تفوتوش فيه 100 درهم، تلقاوه في مرجان، كارفور، اسوق سلام، مالي الماكياج، يعني غتلقاو فيه ما مشيتو. ساليت غادي ندخل لكم حتى زي برودوي ديال زياد. ساليت هاد الشامبوان هذا اللي كنت كندير لزياد، هو شامبوان و او ميم طون جيل كور يعني باندوش ديال ميكسا بيبي. هذا صراحه زوين بزاف. انا عندي زياد عنده لابو شويه سونسيبل، يعني دغيا كيبانو فيها طراس هكا حمرين الا خدمت له شي حاجه في شكل ولا هذا. صراحه باش عجبني حيت ملي عرفت وملي قريت على المواد الخايبه وليت كنحيدهم، يعني كان ضروري فاش كندخل ما بقيتش غير الا دخلت شي مكازا كنهز اللوح ضروري كنقرا شنو كاين في زانغريبيون. هذا باش عجبني بيو، كاتبين فيه بيو، كاتبين فيه انه بلا لوفيرا، فيه 99% دانغريديون دوريجين ناتوريل، ما فيه السلفات، ما فيهش بارابين، ما فيهش الكول، ما فيهش بزاف ديال الحوايج اللي خايبين على البشره ديال البيبي. وصراحه هذا خدمته حتى سالا وعجبني بزاف. نورمالمون من نهار زاد زياد كنخدم ليه شي حاجه كنخدمها غير النص وصافي كتبقى. هذا الصراحه عجبني بزاف بزاف، كنصح فيه الامهات مثلا اللي يلا غيولدوا ولا اللي عندهم بيبي صغيورين وحايرين، هذا غادي يعجبكم. هذا الجيل دوش باقي فيه واحد شويه ديال ايفروشي، كاتبين فيه بالخزامه وبلاك بيري بالفواكه، هذا سميتو توت البري. ما صراحه في الاول كان عاجبني حيت انا كتحمق من ريحه الخزامه، ولكن مع المده ونيت هاد الفغمه كيطلع في الراس صافي ما بقيتش قاده عليه واش غنشري ولا لا، ما بقيت غادي نشريه. انا دابا شميت ريحته وطروعات لي خاطري. هاد لونتي سيرن ديال فيتمي، البنات اللي كيقلبوا على لي زونتي سيرن اللي كيكونوا رخاصين في الثمن شويه و ميم طون تواجدين، يعني ما تحتاجوش توصيو شي فوندوز ولا باش تشريه لكم، فنصحكم بجوج ديال لي زونتي سيرن، هذا ديال فيتمي وهذاك اللي كنوريكم ديما ديال اونتياج ديال ميبلين، حتى هما اصلا بجوج ديال ميبلين، هذاك سميتو اونتياج وهذا سميتو فيتمي. زوين بزاف، التغطيه ديالو زوينه، غير انا كصراحه كنفضل اونتياج على 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 هذا ديال فيتمي. وتقريبا هانتوما شفتوا التغطيه ديالو زوينه، غير كما قلت لكم انا كنفضل اونتياج على هذا ديال فيتمي. هذا تلقاوه عند مالي الماكياج ولا تلقاوه حتى في مارجان، كنبان لي واحد ستون ديالهم معمرين ودي في مارجان. هادو كانوا هما المنتوجات اللي ساليت، عطيتكم عليهم افكار بسيطه وصافي، اللي بغات تاخذ شي حاجه ولا تاخذ فكره على تشريهم. وهذا مكان غادي نمشي دابا نجلس واحد شويه نشوف شحال الساعه، الا كانت بانت لي قريبه الجوج غادي نحاول نفيق زياد نغديه ونديه لاكريش وديك الساعه نرجع لكم. بنات انا عاد دخلت دابا للدار، عطيت لي واحد الصوت خطير جدا برا، صوت صوت ديال شي بحيره ولا شي بيسين. دوماج زياد اليوم عنده لاكريش، اما كنت غادي زعما نمشيو هكا للبيسين ولا وصافي. ديتو كما قلت لكم باقي لاكريش، تغديتو كلشي ديتو، لقيتهم كيديروا التدريبات حيت غدا عندهم الحفله، ونقدر نفلوغي لكم غدا ان شاء الله في الحفله ديالهم. نقدر حيت الصراحه غادي يكونوا الوليدات صغار، ما غاديش نبغي نصورهم بطبيعه الحال، سواء زعما غادي تجي شويه في شكل كما انا ما نبغيش كون ما كنتش بادي اليوتيوب، ما نبغيش شي واحد يصور لي ولدي، داكشي علاش محالش نقدر نفلوغي نقدر لا. وصافي ان شاء الله اليوم غادي نختموا معكم دابا،
حيت ما بغيتش نطول لكم بزاف بما انه وريتكم لي برودوي فيني ديالي، غادي يجي شويه طويل الا كملت لكم النهار. وهذا اللي غادي ندير دابا، غادي نتكى شويه نتفرج ونوض باش نجفف الدار. الجفاف غالبا ما كنجفف فاش يكون ناعس زياد ولا كيكون خارج، باش ما كيبقاوش هكا دوك الاثار ديال الرجلين في الارض حيت عندي رجلي جبيض. صافي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، تكونوا استمتعتوا معايا. غادي نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ولا الفلوق الجاي ان شاء الله. ما تنسايش الا كنتي اول مره كتشوفي القناه تشتركي بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ولا واحد الصوره ديالي غتبان لك هنا ولا هنا، كليكي عليها وغادي تابوناي وتنضمي للعائله ديالنا بسهوله. خليت لكم راحه البال، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. سلامة.